يعني وزارة الثقافة والسياحة والآثار يعني بها حاجة إلى تخصصات متعددة ومتنوعة في قطاع الثقافة وفي قطاع السياحة وكذلك في قطاع الآثار، ونعتقد أن اليوم هناك يعني قلة كادر ولا سيما الكادر المتخصص في هذه المجالات الثلاثة ومجال الآثار تحديدا، بنا حاجة أساسية وحقيقية ومتصاعدة. ما دمنا اليوم مع برنامج حكومي يؤكد على حماية المواقع الأثرية ويعنى بالمواقع الأثرية، وقبل مدة كان هناك لقاء لدولة رئيس الوزراء مع مجموعة من القيادات الأمنية مع السيد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، واستمعوا إلى تقرير مفصل حول المواقع الأثرية، حول المتاحف وحاجة الآثار في العراق إلى المزيد من العناية وإلى المزيد من التعاون في هذا المجال. الإهمال في الحماية على الآثار العراقية إلى أي مدى ساهم في ضياع جزء كبير من هذه الآثار؟ يعني اليوم الحمد لله ما عندنا ضياع بسبب هذا النوع من يعني الحماية متوافرة ولكنها شحيحة. يعني أنا أكون صريح، المواقع كثيرة وتحتاج إلى عناصر من الشرطة الآثارية، هناك مديرية خاصة اسمها الشرطة الآثارية، تحتاج إلى أعداد كبيرة لنتمكن من حماية هذه المواقع المنتشرة في الأرض العراقية بشكل كبير. فضلا عن العنصر البشري، المواقع تحتاج إلى حماية على مستوى الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالحماية المستعملة والمعتمدة في عدد من البلدان ولا سيما على مستوى الإدارات الحدودية.